كانت قنبلة غاز مباشرة أثناء تعاملي مع المصابين في مسيرة العودة، وكان استهداف مباشر من قنبلة غاز مباشرة في القدم، أدت لكسر عندي في الركبة وتهشوش في الصابونة، فأثرت علي كتير ومش راح أقدر أكمل مسيرة العودة، لأن أثرت علي لعدة أشهر، راح تأثر علي هذه لعملي في مسيرة العودة، لشغلي الخارجي، لطلعتي نزلتي، يعني انتهت من اتجاه الإصابة. وإنه أنا كنت مميز جدا، يعني إني أنا لابس فيزيت ومعروف إني مسعف التابع لجمعية الإغاثة الطبية، وأثناء إسعافي من زميل إلي معايا لابس نفس الفيزيت، يعني مش مدني، مميز إنه مسعف، وتم استهدافه بتعامله معايا كمسعف، وتم استهدافه بطلق ناري متفجر وسبب عنده تهشخ في العظام وعملية وبلاتين. ثلاث جبات صار يرمى علينا قنابل غاز مباشرة، هذول أدى إلى سقوط ثلاثة على رأسي، وتم دخولي العناية ثلاث ساعات ونصف، ودخلت المستشفى ما يقارب ثمان أيام لأن أخذت إذن علاج، ورحت كملت مسيرتي كمتطوعة وكمسعفة أنقذ أبناء شعبي. يومها استهدفوني بقنبلة غاز مباشرة في إيدي، وبرضه كملت شغلي، اسعفوني ميداني وكملت شغلي. تاني جم بعديها بجمعة برضو استهدفوني في قنبلة غاز مباشرة في رقبتي في المقتل، برضو أدت إلى الإغماء علي، ولكن هذا الإشي بيزيدنا عزيمة وإصرار ورح أكمل الطريق. نزلت من سيارة الإسعاف أتعامل مع اللي هو المغمى عليهم من الغاز، صارت تضرب كمان غاز على سيارات الإسعاف، وأنا يعني بتعامل مع الإصابة، إجتني اللي هو قنبلة غاز في رأسي. إحنا كنا نبعد عن السلك حركة 200 متر عن يعني وراء الشباب المتظاهرين، في طبيعة الأحوال جميعا كنا نرتدي زي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتفرقش بين حد، كنا مستهدفين لقوات الاحتلال. لابس الزي وكامل متكامل، ومع هيك اجت الاصابه في صدري وانا جنب الاسعاف، يعني كنا نبعد مسافه 200 متر، فالواحد يعني صار يخاف يقدم الإنسانية وهذا، وإنه يستهدفك الاحتلال، فليش يعني؟ وبعدين أنا بالنسبة للإصابة في صدري ألمتني، أنا قعدت يومين في مستشفى القدس، يوم منهن في العناية، ولحتى الآن يعني في ألم بتألم منها. وكمان لما صرت أنزل، قعدت شهر، أنا يوم ما نزلت هيك احس انه بدي استهدف كمان مره، يعني بدهم يطخوني. نحن ونحن نعمل في ارض الميدان تفاجأنا برمي القنابل علينا من الجبات العسكريه للجيش، فتم سقوط قنبله على رقبتي، وتوجهت إلى المستشفى الميداني، فما قدرت أكمل هذا اليوم في الإسعاف وإنقاذ المصابين في أرض الميدان، تبقى الحالة شغالين فيها، ويتم محاوطتنا بالغاز، فتم اختناق المسعفين، اضطر أن نحمل المصاب ونجري به كي ننقذ روحه. اختيار كبير بالعمر، وقع على الأرض، رحت أمسكه، فجأة ما دريت إلا غاز عنا، غاز
اختناقت أنا والإصابة. نمت بالأندونيسي يومين، أثر استنشاق غاز صعب جداً وقملة غاز مباشرة. طيارة من طياراتهم الغاز سقطت، منها قنابل ما يقارب 12 قنبلة غاز مرة واحدة على النقطة كاملة، مما أدى إلى حريق في النقطة الطبية، الساتر النقطة الطبية كله انحرق، والإصابات اللي كانوا مصابين أساساً برضو تصابوا، مما أدى إلى إصابة دكاترة وممرضين ومتطوعين وعاملين والعاملين في النقطة الطبية. يوم إصابتي بقيت بعيد عن السلك حوالي ما يقارب 150 متر. أنا كنت أحمل معاق ذو يعني واحد ذو احتياجات خاصة بجوار السلك مرمي، وأنا خاشت ورافع يدي وأخذت المصاب وطلعت فيه. بعد ما طلعت تفاجأت، أنا فكرت أن طلقة أول شيء، ما تحملتش الوجع، صدري طبق ما قدرش أتنفس، حتى الغاز اللي رماه أنا إشي زي الشوك في صدري ما قدرش أتنفس. بقينا في حالة إسعافية على أرض الميدان، عنده بتر في رجله وبيشتغل في الحالة. تفاجأت أن الجب باللي عمده نتعرض لنه أنه أجا بسرعة وقف قبالنا وأطلق الغاز، رمينا الحالة وشردنا. تفاجأنا أنه بعد، قولونا بعد 8 ساعات أو 7 ساعات بالضبط، أنه شرب هذا الشهر.